كلمة للسيد مبارك الفارسي. شكرا السيد الرئيس، السيدات السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. أتشرف باسم الفريق الاشتراكي مجلس النواب لأتدخل في هذه الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون رقم 58/11 المتعلق بمحكمة النقد. يقول بأن مشروع هذا القانون المتعلق بمحكمة النقد أتى لملائمة مجموعة من القوانين مع مقتضيات الدستور الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011. وهذه الملائمة السيد الرئيس وإن كانت إجراء تقنيا فهي من الناحية العملية تتماشى مع الإرادة الملكية السامية المعلنة في خطاب 17 يونيو 2011 التي اتجهت إلى ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريس الاستقلال القضاء الذي يعتبر الملك ضامن له، وبإحداث المجلس على السلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك لتحل محل المجلس على القضاء، وتخويل رئيس محكمة النقد مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل تكريساً لفصل السلطات، وتجسيداً لذلك نص الفصل 115 من الدستور أن المجلس على السلطة القضائية يتألف بالإضافة إلى الرئيس الذي هو جلالة الملك من الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس منتدباً، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقد، 4 ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، 6 ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، مع التأكيد على ضمان تمثيلية النساء القاضيات في هذا المجلس. إضافة إلى ذلك هناك شخصيات أخرى أشار إليها الفصل المذكور. وتبعاً لذلك يعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام بها من مكونات المجلس على السلطة القضائية. إذن فإن تنزيل مقتضيات هذا الدستور تنزيلاً ديمقراطياً ضمان لاستقلال القضاء يتطلب الإتيان بهذا المشروع، وهذا في نظرنا اعتبار أساسي هام ناهيك عن المقتضيات المسطرية والتنظيمية والتشريعية التي يتعين استبدالها بإحلال عبارة محكمة النقد محل عبارة المجلس الأعلى. فلن تصبح السيد الرئيس بعد ذلك لهذه العبارة أساس من الوجود، لتبقى عبارة المجلس على السلطة القضائية تتعلق بمؤسسة دستورية لها كيان ومكونات متميزة من حيث التشكيل والاختصاص والمهام، وتبقى عبارة محكمة النقد تعني على محكمة في الهرم القضائي تختص في مراقبة تطبيق القانون على صعيد محاكم المملكة وتوحيد الاجتهاد القضائي وملء الفراغ التشريعي متى وجد، وذلك بواسطة الاجتهاد القضائي أيضاً. لذلك كان من الطبيعي أن تحل عبارة محكمة النقد محل عبارة المجلس الأعلى في جميع مقتضيات الظهير 27 سبتمبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى، وكذلك ظهير 15 يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذلك ظهير 11 نوفمبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وكذلك قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وما يليه، وكذلك قانون المسطرة الجنائية، وكذلك القانون المحدث للمحاكم الإدارية لسنة 1993، والقانون المحدث لمحاكم استئناف إدارية المؤرخ في 14/2006. لذلك السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، فإننا في الفريق الاشتراكي اعتبرنا هذا المشروع المقدم من طرف الحكومة أتى تطبيقا لمبدأ ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور، وجاء أيضا كعمل من أعمال التنزيل الديمقراطي للقواعد والمبادئ الأساسية والمكتسبات الديمقراطية. لهذا تم التعامل معه بمجرد عرضه من قبل السيد وزير العدل على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتجاوب كبير، وتمت الموافقة عليه بالإيجاب وبسرعة كذلك نظرا للاعتبارات السالفة. وبما أننا صوتنا عليه بالإيجاب داخل اللجنة فإننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سنصوت عليه بنفس الروح الإيجابية في هذه الجلسة العامة لاعتبارات المذكورة. وشكرا السيد الرئيس. شكرا للسيد النائب.